كما تتبعتم كانت اليوم الجلسه الثانيه من دوره اكتوبر، هذه الدوره اللي كتعرفوا بانها كتكون من اهم الدورات، لان دوره البرمجه دوره الميزانيه، هذه الدوره اللي كانت عرفت يعني تميزت اساسا باننا استطعنا نتغلبوا على واحد العجز كنا كنعانيوه، وهو ماشي هو امر عادي مادام في الظرفيه اللي كنشتغلوا فيها هي ظرفيه ديال هذه الجائحه اللي كنتمنوا الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا. اذا استطعنا يعني بالاشتغال، واحد الاشتغال يعني متواصل، ومن خلال يعني اللجان والمكتب وكل مكونات الهياكل ديال المجلس استطعنا اننا بالفعل اننا نرشدوا الميزانيه ما امكن والنفقات ديالنا، وتغلبنا على هذا العجز، وبالعكس انه وصلنا الى فائض استطعنا من خلاله اننا نبرمجوا مجموعه من النقط ديال ضمن جدول الاعمال، واللي كانت من النقط اللي كانت على الاهميه بمكان، وهي وكتصدرها هذا جدول الاعمال كيتصدروا نقطه احداث مناطق للانشطه الاقتصاديه والصناعيه والحرفيه ببعض اقاليم الجهه، وحنا وهذه النقطه او هذه المناطق اللي كتعرفوا لها هي اولا كتصدر الاختصاصات الذاتيه ديالنا، ولكن هي من الاهميه بمكان لان هي الكفيله بخلق مناصب الشغل داخل الجهه، وتحسين يعني والرفع من قدرات الساكنه، وخصوصا يعني اذا وكتجلب الاستثمار، يعني هي كتنشط الدوره الاقتصاديه وكتساهم في الاقلاع الاقتصادي. اذا كذلك كانت هناك نقاط اخرى من الاهميه بمكان، وهي كذلك يعني في شتى يعني كانت مقاربتنا حاضره بقوه يعني من خلال مشاريع وكانت كتستهدف المراه، وخصوصا في هذه الظرفيه الصعبه اللي كنعرفوا بان المراه كانت هي يعني الحلقه الضعيفه في هذه العمليه ديال في الظرفيه الحاليه. اذا الى جانب مشاريع اخرى يعني لا تقل اهميه عن هذا. اذا على العموم لكن من النقط التي جعلتنا يعني اننا نعلقوا ديك الجلسه وفتحنا واحد يعني اننا يعني كنا درنا هذه الجلسه الثانيه، يعني ظلت الدوره مفتوحه الى غايه انعقاد هذه الجلسه الثانيه اليوم هو اننا كانت عندنا نقطه ديال الاستكمال ديال الهياكل ديال المجلس، لانكم كما تتعرفوا كنا كانت في مرحله كانت هناك انتدابين الا بغيتي تقولوا لا رئاستين، كانت رئاسه سابقه ومن بعد كانت جيت انا في المرحله الثانيه ديال منذ اكتوبر او نهايه اكتوبر وبدايه نوفمبر يعني كرئيسه جديده للمجلس. هذا التغيير اللي وقع اللي هو في اطار الاستمراريه جعل ان هناك بعض المناصب الشاغره وقع واحد التغيير على مستوى الهيكله، في مستوى الكاتب اللي كنت انا كاتبه فكان هذا المنصب الشاغر، كذلك بعض اللجان، كذلك على مستوى المكتب لان كانت واحد الاستقاله ديال النائب السادس اذا فتعوض بنائب الثامن اليوم. اذا كانت واحد المجموعه هاد النقط يعني حقيقه هي طولت شويه لان كنا كنأجلوها لغايه ان يوقع واحد التوافق، لان حنا طبعنا يعني هذا المجلس يعني طبع عليه دائما هذا النفس التوافقي، لانه رغبه اكيده تحدو للمنتخبين او المستشارين والمستشارات ديال المجلس جهه طنجه تطوان الحسيمه، هو الاشتغال على المشاريع، هو الاشتغال على الساكنه، هو الاشتغال على سياسه القرب يعني. وهذه النقاط للاسف كانت ممكن ان تشكل يعني واحد العثره امام الاشتغال ديالنا، ولكن الحمد لله بفضل تضافر الجهود، بفضل يعني هذا التوافق اللي هو كان نتاج ديال الاشتغال ديال المنتخبين وكذلك السلطات وجميع المكونات اللي يعني اللي استطعتنا اننا نوصلوا الى توافق، وان مكننا خصوصا اللجنه اللي كانت عندها واحد كان مطلوبه او كان عليها هذا هو الطلب ديال العداله والفريق عداله والتنميه، لانه هو كمكون جديد كان التحق بهذا لما دخلت انا لرئاسه المجلس. اذا فكان خصو ضروري واحد اللجنه اللي هي لجنه الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه اللي هي كتمكن من الدخول الى لجنه الاشراف والمراقبه، هذه اللجنه اللي كتعمل المراقبه والاشراف على وكاله تنفيذ المشاريع. اذا الحمد لله وقع توافق، تمكنا من اننا ننجحوا في ملء جميع الفراغات اللي كانت عندنا في الهياكل، ودائما في اطار هذا النفس التوافقي. والحمد لله دابا اليوم حنا يعني كنكونوا سدينا واحد لا بغيتي نقولوا واحد البارونتيز يعني كانت شغلنا، والحمد لله نجحنا وتوافقنا، وهذا غيكون عنده اكيد باننا سنمر الى السرعه القصوى من اجل تنزيل ما تبقى في جعبتنا من المشاريع التي ان شاء الله باذن الله كنتمنى ان تعود على الساكنه بالخير والنماء وعلى الجهه ديالنا ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم جميعا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.